السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، كنت قد نشرت لكم البارحة عندما كنت أرقص مع الأشجار في الغابة أن الغابة كانت تفوح فطرا، أي أن الفطر ينبت بكثرة نتيجة الظروف المناخية والأمطار الخريفية. يا إخوتي، صحيح أني تكلمت عن هذا الأمر، ولكنني ظننت أني كنت قد سجلت مسبقا فيديو عن سمية بعض أنواع الفطور السمية الشديدة لها، ولكنني بحثت عن هذا المقطع فلم أجده. فأحببت فقط أن أنصحكم لوجه الله وأحذركم بأن جمع الفطر من الغابة لا بد له من خبير. صحيح أن هناك بعض الفطور اللذيذة التي يمكن جمعها مثل الكنتريل والترات كنتريل والكال يوان، ولكن هناك أنواع سامة للغاية، سامة لدرجة خطيرة جدا، بعضها لا يمكن إنقاذ الإنسان إذا تناولها. بعد أن يتناولها يصاب بإصابات شديدة جدا وسمية للأعصاب، وبعضها يكفي فقط لمسه حتى يصاب المرء يعني التسمم. فانتبهوا يا أخوتي، وخصوصا الفطور التي لونها يعني أحمر أو التي شكلها غريب، انتبهوا تمام الانتباه حتى لا تقعوا في خطأ قد يودي بحياتكم وحياة من تحبون. أهل السويد عندهم خبرة، بعض أنواع الفطر متشابهة جدا، ويصعب التمييز بين هذا النوع الذي هو يؤكل والنوع الآخر الذي سميته عالية، لأنهما متشابهان بالشكل والخلافات بينهما لا يعرفها إلا خبير. فكونوا على حذر يا إخوتي الأحبة، حفظ الله لكم صحتكم وبارك لكم وجزاكم الله كل خير، وأسعد الله أيامكم في هذا الخريف الجميل.